احنا اليوم اجينا وصلنا الى منطقه هانغافان. هانغافان هنا المنطقه هذه مشهوره بالمياه الحاره، ينابيع المياه الحاره. هذا المي طبيعي ينبع من العيون من الجبال. شوف الدخان اللي يطلع. هنا اذا المواطنين اللي سكنت المنطقة هذه حول العيون هذه يبنون هذا مثل غرفة، ومسوين بداخله احوار. هسه ندخل جوا نشوفه. هذه الاحوار مثلا، ممكن تجي تأجر هذا المكان حسب اتفاق مقابل فد مبلغ من المال، تدفع لفد 3000 4000 درهم، ما يعادل 10 دولارات، وتقعد به هذا الحوض اللي فيه مي مياه معدنية حارة. يستخدمون هنا لعلاج أمراض المفاصل وآلام الموجودة بالعظام. مشهورة هذه مفهوم العيون طبعا. اسم المنطقة هانغافان، قريبة على منطقة وادي الزهور. تعالي شباب، تعالي. هسه هذه العين الثاني هنا، هنا صاحب المنطقة، هذا الشخص اللي نتفق وياه حتى يأجر لنا المكان إذا أريده. هذا الحوض الآخر، عمق الحوض حوالي متر متر وربع. يتفق مع صاحب المكان، هسه سألته 4000 درهم لمدة ساعة واحدة. طبعا العيون بهذا تحت هذا البناء بهالمنطقة، فهنا شو يسوي؟ يجمعون الأحوال المي بهذا الحوض، يحتفظون به، يبقى ساخن، ينزل يستخدموها، وزايد يطلع يروح يصب النهر. اكو قريب من هذه المنطقة فد نهر اللي يجري به الماء الزايد. الله يبعدكم عن الامراض وما يحوشكم ان توصلوا هالمنطقة، لكن هذه المنطقة هي سياحية ومنطقة بها مصحات. نفس هذا المي يستخدموها في المصحات لعلاج الامراض، الام الظهر، الام الرجلين، المفاصل. يا تحياتنا والى اللقاء.